اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بعيدا عن كره القدم، النهارده رجال اليد للاهلي بيفوزوا على النور السعودي في اولى مبارياتهم في كاس العالم للانديه. الحقيقه الفريق الاول لكره اليد النهارده فاز. طيب هنعرف كل هذه التفاصيل وكل هذه الامور. خلينا نبارك للاستاذ محمد الغزاوي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق كرة اليد في أولى مبارياته اللي فاز بيها على نادي النور السعودي 38-20، وبداية قوية جدا. أستاذ محمد، زي حضرتك يا فندم، وألف ألف مبروك، وطبعا ألف سلامة على الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. كابتن إسلام، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. أولا يعني احنا يعني كلنا هنا في حالة قلق شديد جدا على زميلنا وأخونا الوزير العمري فاروق، ومتابعين لحظة بلحظة كل اللي بيجرى هناك في القاهرة لعدم استطاعتنا ان احنا نكون موجودين. طبعا بتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان كل الناس كل جمهور النادي الاهلي يعني يدعو له بالشفاء، لان يعني احنا اتخضينا وما لحقناش حتى نفرح بنتيجة المباراة لهذا الظرف الطارئ. بس ان شاء الله كلنا يقين من ربنا هيقوموا بالسلامه وهتعدي هذه الازمه على خير ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. يعني طبعا الف مبروك في اولى المباريات، الفوز في اولى مباريات كاس العالم لكره اليد، والفوز على فريق يعني البعض يعتقد عشان النتيجه ولكن فريق قوي وجايب لعيبه محترفين اقوياء. الحقيقه فريق قوي وجايب لعيبه محترفين كتير ولعيبه كويسين جدا، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا، اللعيبه كلها مركزه جدا، الجهاز الفني مركز جدا، عملوا اداء قوي جدا في المباراه النهارده الحمد لله، رغم ان يمكن في اول المباراه كان لسه كانت الاداء كان فيه شويه اهتزاز خفيف، ولكن اللعيبه كلها عندها خبرات كبيره جدا ما شاء الله عليهم، الجهاز الفني خبرات كبيره جدا، قدروا ان هم يعيدوا توازن بسرعه ويعملوا فارق كبير جدا في الشوط الثاني. اداء قوي يدل على ان في لياقه بدنيه عاليه ولياقه ذهنيه عاليه جدا. كمل المباراه باداء قوي الحمد لله، قدر يكسب فرق 18 جون، ودي نتيجه كبيره على فريق قوي. استاذ محمد، الخميس القادم ثاني المباريات امام بطل اوروبا، الحقيقه ويمكن لعبناه مباراه وديه النتيجه كانت بعيده في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني استطاع رجال الاهلي ان هم يقربوا في النتيجه في المباراه الوديه. كيف ترى هذه المباراه؟ يعني احنا عندنا كلنا ثقه كبيره جدا في فريقنا، وانا بصفه شخصيه عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين والجهاز الفني والاداري الموجود، ان هم ان شاء الله باذن الله ساعه المباريات الرسميه حاجه والمباريات الوديه حاجه ثانيه. في المباراه الرسميه هم مقدرين الموقف واهميته، مباراه فاصله في مين يصعد من المجموعه، غالبا بكره يلعبوا مع فريق النور برشلونه، اعتقد ان مباراتنا معاهم هتبقى هي اللي بتحدد مين يصعد الى المربع الذهبي. هم انا ثقتي كبيره فيهم، لعيبه على قد المسؤوليه، خبرات كبيره، يعني لعيبه كلها فرديا حتى هم لعيبه كبار جدا وامكانيات عاليه جدا، فان شاء الله باذن الله يعني كلنا ثقه فيهم. وبرشلونه فريق كبير، ما نقدرش ان احنا نخسر دوت طبعا، ولكن احنا كمان النادي الاهلي فريق كبير واللعيبه كلها كبيره، لعيبه كلها معظمها لعيبه منتخب مصر، صحيح. فنشوف مصر قليله في 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 كره اليد في عالميا، فان شاء الله باذن الله اداء قوي، مباراه كبيره وان شاء الله نحقق. الخميس الساعه 7 المباراه، مظبوط؟ الساعه 7 يوم الخميس بتوقيت السعوديه، يبقى بتوقيت القاهره الساعه 6 ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراة. محمد بيه، انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وانا مقدر طبعا اللي حضرتك فيه واللي كلنا فيه الحقيقة، ولكن واجباتنا او واجبنا ان احنا دايما نبقى موجودين، ومسؤولياتنا مسؤولية حضرتك ان انت تبقى رئيس البعثة في السعودية، ولكن انا اعلم تماما ان قلوبكم كلها مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، فانا بشكرك جدا على هذه المداخلة الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي.